مساء الخير عليك زميلتي العزيزة سارة، وكل التحية لزميل العزيز أحمد، وكل التحية أكيد لكل جمهور النادي الأهلي. كريم، عايزينك تطمننا على التدريب النهاردة قبل طبعا مباراة فيتا كلاب اللي هتبقى يوم السبت الجاي إن شاء الله، وكمان على حسين الشحات، يعني إنه سمعنا إنه طلع من التمرين مصاب. بالتاكيد طبعا يعني تحدي كبير جدا وتحدي صعب، ومباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي امام فيتا كلاب الكونغولي، لكن بالجديه والاصرار والعزيمه وروح النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحقق نتيجه تساعدنا بشكل كبير بقى ان شاء الله باذن ان احنا نتخطى دور المجموعات. بطوله صعبه وتصعبت بشكل كبير، لكن المجهود كبير اللي بيبذل الحقيقه زميلتي ساره زميلي احمد من الجهاز الفني واللاعبين، سواء تدريب النهارده او الجلسات اللي بتكون مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. النهارده يمكن المران كان ينطلق الساعه 3 عصرا، لكن كعاده بيتسو ثماني التدريب بدا 4:15، يعني نقدر نقول كان اللعيبه متواجده من الساعه 2:30 بدات المحاضره، يعني محاضره مطوله شويه، لكن الراجل بيتكلم بشكل كبير جدا عن كل الامور الخاصه بفيتا كلاب. الناس كمان يمكن الراجل اكد قال الناس متواجده من يوم الجمعه وعندهم هدف وعندهم اصرار وواضح تركيزهم الكبير جدا، فلازم يكون تركيزنا اكبر واقوى. اتكلم على جمهور النادي الاهلي اللي بيساند ويدعم، وان احنا عايزين يبقى على طول في كل المباريات يكون سبب في اسعاد ويمكن طرح البسمه على كل جماهير النادي الاهلي. ده يتطلب منكم مجهود كبير ويتطلب تركيز اكبر، وده اللي يمكن الحقيقه كل اللعيبه تعهدت مع الجهاز الفني ان شاء الله ان احنا يكون لينا شكل كبير جدا واداء ونتيجه كمان كبيره ان شاء الله تساعدنا بشكل كبير في البطوله الافريقيه العاشره. الاهلي يمكن حلم كبير كعاده لكل جمهور النادي الاهلي ومطلب جماهيري لكل جمهور النادي الاهلي، لكن بناكد كل مره بالجديه والاصرار ومساند جمهور النادي الاهلي ان شاء الله نقدر نتخطي فريق فيتا كلاب، وايضا كمان نقدر نتخطي دور المجموعات بشكل كبير جدا. لو بتتكلمي طبعا على حسين الشحات، يعني هي مش هنقول اصابه. اتفضل زميلي احمد. انا كنت عايز يعني احنا طبعا شفنا في تمرينه النهارده، شفنا محمود متولي، شفنا وليد بيلف الملعب، شفنا ولسه كانت ساره بتسالك طبعا على حسين الشحات لانه عرفنا التعرض لكدمه النهارده. عايزين نعرف كمان، انا لغايه دلوقتي ما شفتش معلول في تمرينه النهارده، وان كان دكتور احمد ابو عبله كان بيتكلم على انه احتمال في احتماليه يعني 50-50 كده 50-50 انه معلول يكون موجود في ماتش فيتا كلوب، فعايزك تطمني على الملف ده. وليد معلول، ناصر عرفت كمان ان هو نزل ابتدى التمرينات الجماعيه. اتفضل كريم. بالتاكيد زميلي احمد، طبعا يعني هبدا معاك، يمكن العدد كمان كبير شويه بالنسبه للاصابات، لان واضح النهارده ان في عدد من اللعيبه لم تشارك في المران الجماعي، لكن ابدا معاك بحسين الشحات. مش هنقول اصابه على قد ما نقول جرح بسيط جدا في قدم حسين الشحات. تاكيد طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله ان هو يكون متواجد ان شاء الله في تدريب الغد، مش هتعوقه هذه الاصابه وهذه الكدمه عن اداء تدريباته ومتواجده كمان بقى بشكل رسمي. انت عارف ايقافه انتهى خلاص، فيكون ورقه ان شاء الله تكون جيده جدا في المباراه القادمه مباراه فيتا كلاب الكونغولي. يمكن انت ذكرت زميلي احمد محمود متولي الحقيقه يمكن قطع شوط كبير جدا، والمرحله دي مرحله مهمه بالنسبه له، ويمكن هو بيشارك في اجزاء بسيطه جدا متقطعه بالنسبه للتدريبات الجماعيه، لكن مع الاحتكاكات طبعا ده امر اكيد بيبقى اكيد الجهاز الطبي حريص ان هو ما يبقاش في احتكاكات قويه لمحمود متولي، لكن الحقيقه النهارده شارك بكل قوه بكل جديه، كان في تدريبات شوتنج على المرمى كروسات بيشارك، لكن انت عارف طبعا يعني بحرص كبير جدا ليه محمود متولي. علي معلول اكيد طبعا يعني بنتمنى ان يكون متواجد خلال الايام القادمه وتحديدا مباراه فيتا، لكن علي معلول يعني ماشي في مرحله مهمه جدا ووصل لمرحله مهمه جدا، لكن التأني مطلوب. يمكن طبيب النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله قال يمكن اشتغلنا مع علي معلول بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه، لكن من الواضح ومن خلال الرؤيه يعني علي هيكون بعد مباراه فيتا ممكن يدخل في حسابات فريق النادي الاهلي، لكن المباراه القادمه هي مباراه يوم السبت، يعني بنسبه كبيره جدا علي معلول لن يكون متواجد في هذه المباراه. بنتمنى يكون متواجد على دكه البدلاء، هيكون له دفعه كبيره كعادته طبعا بخبرته الكبيره وبأهميته، لكن بنتمنى له السلامه لان اهميته هتكون بعد كده ان شاء الله في المرحله في البطوله الافريقيه المباريات القادمه. كمان ناصر ماهر النهارده شارك في التدريب بالكامل مع الالتحامات. ناصر ماهر كان يعني طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله والجهاز الفني بالكامل كانوا مجنبينه شويه عن التقسيمه او عن اي تدريبات فيها التحامات قويه، لكن النهارده الحقيقه ظهر بشكل مميز وطيب جدا وفنيا، يعني يمكن انت اكيد طبعا عندك خبره كبيره زميلي احمد زميلتي ساره، هيساعد قفشه بشكل كبير جدا ما انه احنا نشوف مستوى قفشه الكبير، اما بيكون في عنصر مميز جدا زي ناصر ماهر وقفشه في مكان زي كده ده بيبقى عايز يلعب وده بيبقى عايز يأدي، فدي الميزه الكبيره جدا، ودي اكيد بتكون سبب كبير جدا في سعاده الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني ان احنا يكون عندنا عنصر بيزق الثاني. علي معلول بيزق محمود وحيد، ناصر بيزق محمد مجدي قفشه، محمد هاني بيبقى عنده بيكم، الحاجات دي كبيره جدا وبتاثر بشكل كبير لان المشوار كبير زميلي طبعا. احمد طبعا. نقطتين كمان سريع، يمكن ايمن اشرف النهارده لم يشارك في المران، ويمكن الحقيقه ايمن اشرف بيقوم بدور كبير جدا بمجهوده الكبير وباصراره وبروحه الكبيره، كدمه بسيطه لكن ان شاء الله الفحص الطبي اللي هيكون غدا هي في منشا العضله الاماميه فوق الركبه كده بحاجه بسيطه، لكن دي
ناتجه عن الجهد الكبير والمجهود الكبير الحقيقه اللي بيقوم بيه ايمن اشرف سواء في البطولات المحليه وايضا كمان في المشوار الافريقي. محمد هاني كمان النهارده بيشارك بكل جديه وبكل قوه. كدمه الاماميه اللي كانت عند محمد هاني النهارده يمكن شارك في التدريب بالكامل، اطمنا عليه من خلال الجهاز الطبي. الامور الحمد لله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي ماشيه بشكل مميز. وليد سليمان لسه قدامه شويه، وليد سليمان نقدر نتكلم على تواجده في التدريبات الجماعيه بكل قوه بعد مباراه الاسماعيلي، يا رب يكون متواجد في مباراه فيتا مباراه العوده. لكن احنا عندنا هدف اكيد زميلي احمد زميلتي ساره، خطوه خطوه زي النادي الاهلي ما بيحط طبعا برنامج للبطوله الافريقيه مباراه فيتا الاول نعدي منها نبدا نبص بعد كده. لكن التدريب كان جيد جدا، الروح كبيره جدا، الاصرار كبير جدا. هفنش معاك واختم معاك بوجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقه طبعا اللي بيباشر وبيكون متواجد بشكل مستمر لمتابعه فريق النادي الاهلي. الرسائل بتكون بسيطه، تواجده بيكون مهم جدا، لكن واضح الاصرار وواضح الجديه اللي متفيه تدريبات النادي الاهلي. يا رب تستمر حتى يوم السبت ان شاء الله باذن الله، واليوم ده يكون موفق لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ونقدر ان شاء الله باذن الله ان جمهور النادي الاهلي يكون سعيد باداء ونتيجه تساعد النادي الاهلي ان شاء الله في مشوار البطوله الافريقيه. زميلي كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات المفصلة عن ان تمرينة النهاردة، وان شاء الله باذن الله تكون، اعتقد ان اليومين اللي فاتوا فرقوا كتير مع لاعبتنا.